خرجت دابا من التوامه، التوامه بقات خليتها ورايا، عمرت منها الماء. شوف على المناظر كي دايرين هاد البلاصه هادي في الصباح، غيطلع منها الشمس بلاصه الشروق، نيت حنا غادي للشرق. شوف الطبيعه كي دايره هنا، يا سلام. التوامه بقات في الطريق هادي لتحت، وهذا واحد البلاصه ديال العمال هنايا كيصايب الطريق. صافي وانا غندير الخيمه ديالي غنديرها هنايا، داكشي ناضي. بالنسبه للماء، بالنسبه للماء حنا راه ديما كنديروا الاحتياط ديالنا. شوف شحال المقرا عندي عامر، مثلا هادو بجوج هما كيبقاو عامرين نهار كامل، ما كنخدمش بهم، كنخدم غير بوحده. هادو كيبقاو ريزيرف، حيت حنا ما عارفينش البلاصه اللي غنباتوا فيها واش فيها الماء ولا لا. بالنسبه لهادي حتى هي راه عمرتها قبيله، وعندي هنا واحد الخمسه يطرا هنا كنعمر، الى كنت محتاج الماء بزاف راه كنعمر. هذا هو البلان. دابا نصايب الخيمه ديالي في هاد البلاصه هادي، صافي ونوجدوا الماكله ديالنا ونرتاحوا ان شاء الله. احنا ركبنا الخيمه ديالنا هنايا، البايك باقي محطوطه. الصديق عاوني. اسميت؟ سليمان. سليمان هو اللي عاوني اليوم، كيعاون ماما كيجمع معاها العود وعاوني اليوم جا انا. صافي حنا حطينا اللعيبه هنايا، صافي هادشي اللي كاين. نوجدوا لاطون ديالنا ونريحوا ونرتاحوا ان شاء الله. ما عرفتش واش كنبان ولا لا، المهم دابا يلا رايح. دابا كنوجد العشاء وكنسنى العشاء اذان باش نصلي ان شاء الله ونتعشى. ها العشيوة ديالنا، يا سلام هاد المنظر هنايا. البرد راه معايا فاص دابايا، الله يستر. صافي المهم راه تبت الخيمة مزيان بالوتاد، ومرة مرة راه نطلو نشوفو البيكالة لا طاحت ولا شي حاجة. المهم راه داكشي متبت مزيان، يعني ما كاينش مناش تخاف. هدا هو البلان، وان شاء الله غدا عندنا غنبداو الصباح بالطلوع. داكشي علاش حبست هنايا، حيت لي طلعت الفوق غادي نلقى، غادي نطلعو في الجبل وغادي نلقاو الحافة، يعني مغاديش تلقى الجناف تحط الخيمة. ونيت هاد البلاصة هادي مزيانة، يعني راه ضربنا اليوم، ضربنا بزاف، وخا هاد اليومين الأخرى راه مكنديماريش بكري، وكنضربو 190 بين 90 و 100، المهم هادي يوميا. هدا هو البلان. صباح الخير الله فامي. هادي هي البلاصه اللي نعس فيها البارح، نعس هنايا في الاراضي هادو مع الرب ديالنا. هادو راه الاراضي ديال الزيتون، وهذا هو الشارع هاد الشانط، هذا هو الرقم، وهذا هو الطريق الناسيونال رقم 9 اللي غادي تلوى لزازات. وهادي هي البلاصه ديالنا، الناس في هاد الجهه هادي في هاد الاطرافو ديال الطريق، حيت الطريق راه كيصلحو فيها دابايا. وسميتو وهاد البلاصة هادي راه فيها هاد الشوك هاكا، غير الله يستر وصافي لي تولي مبيسينا البيكارا. وهذا هو البلان. دابا نوجدو الفطور ديالنا ان شاء الله، ونسدو الطريق تابعنا الطلوع تال ويسكدو. ويسكدو هو الفيلاج الجاي، والطريق ديالو كاملة جاية طالعة. المهم نمشيو دقة دقة تنكملو ان شاء الله. هذا هو الفطور ديالنا، البيض قهوة بالحليب. شوف هادي اللي كانت سخونة، سخونة هادي.
سخونة سخونة سخونة. هيجي معايا هذا الحليب دنيدو وقهوة والبيض مسلوق ان شاء الله. صافي وراك ليل، وراك ليل الهيش. تابعنا طلع وصلنا ناكل مزيان، المهم ناكلو حتى الا بقات شي حاجه راه نقدر نزيدو شي حاجه في الفيلاج الجاي. خرجت دابا من البلاصه اللي بت فيها، راه خليتها اللور، وانا دابا غادي في الطريق. شما نادر كي ديري يا سلام، دير البلاصه اللي نعست فيها البارح. الطريق زوينه صراحه، الطريق هذا زوينه بحال هكا حتى الورزازات، وفيها الرمايك بزاف والكيران. هذا دوزنا واحد الليله البارح زوينه مكالميه. هذا هو البلان كل نهار ونهار. عاد طلعي عبادي من بعد دابا، طلعي خفيفة يا سلام. شنو هذا؟ جباد جباد. غادي بشوية ومن هنا ما كاين طلع، راهي واحد طلعة تبان ورانا فوق. عاد كملت دابا واحد الطلعه، فيراج قاصح راه في النقاط، شي طريق في النقاط لتحت، راهي مناظر قدامنا يا سلام. دوك الجبال 100% فيهم تكون صعبه فيهم الشتا دابا، راه ليه الجو ديال الشتا الفوق. هاد الطريق اللي طلعت منه دابا ومازال طريق واش طالعه ولا هارطه، الله اعلم. الدراري جايين من المدرسه عندهم الجباد وكي ضاربوا بيه يلا ضربوا الرجله. هذا كتصيدوا بيه ولا كتضاربوا بيه؟ ها اطيحوا اطيحوا. شو من دراسة؟ مزيان عندكم تعمي وبعضياتكم هذاك الجباد، الحجر الصغير راه يعميك يا سلام على المناظر، مناظر خطيرة الله عليه. الطريق كاملة طالعة وكاين الإصلاحات صعيبة شوية، مازال غير طالع دابا حتى الفيلاج الجاي. سلام يا طلعت دابا من واحد الطلعة قاصحة شوية، خليتها لتحت راه في المقهى هابطة، وهنا يمكن كاينة شي هبطة هنايا ما عرفتش. المهم أنا وقفت في هاد القهوة هادي نعمر عندهم الماء ونشوف اللي عندهم الخبز، نشوف ناخذ معنا بتر الخبز. هذا هو البان، مناظر هنا جميله جدا، راه هذاك الشيء رائع رائع جدا يا سلام يا سلام. هاد البلاصه هادي راه جات عاليه، راه بلايص منين جينا حنا. شو نشوفوا دابا واش كاين عندهم الخبز ولا لا، نعمر الماء. هذيك القهوة عمرت عندهم الماء، ما عندهمش الخبز،
كانت عندي واحد الخبز اكليش هذا بايا نشوفو ندبرو على على الخبز. صراحة المناظر هنا يا رائعة. هاد الهبطة هادي جاية حلوة، راه من الصباح وانا طالع شي جوج السوايع واقيلا ديما يدق على الفرانة معلم ديما. هنا كاين واحد شوية ديال الماء هذا يزلقك فهمتي، ديما دير بالك. ايوا هاد هاد الناس هما اللي كيكبوا الماء هنايا كيخدموا به كيصايبوا في الطريق. السلام عليكم. هادو اللي كيصايبوا الطريق كيخويو الماء باش يرطبوا القودره ولا ما عرفتش كيديروا به. مناظر خلابة يا سلام. كيفي لي على الحفاري. ايوا الحفاري اللق فراك ما بغيناش. هكاك يرضي عليك هكاك سير سير. لا 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 واو 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 هاد الفراكة هادي ما كنحملهاش كتب رزقني كطلع لي هذاك الغنج ود الصاك كاين شي مشكل. يا سلام يا سلام يا سلام